فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الأدب. وتحدث العلماء المربون عن الأدب، والأدب صفة المؤمن الحق، لأن الأدب إنما ينبع أساسا من الأدب مع الله عز وجل. وكان أولى أن يكون المؤمن متأدبا مع ربه عز وجل. وكثيرا ما نذكر الأدب بمعان شتى وننسى معناه الديني الأصيل، الأدب مع الله، وهو الذي ذكره المربون الأوائل الذين شاهدوا آيات الله في القرآن وفي الأنفس وفي الآفاق. وأن يتصف المؤمن بالأدب مع الله عز وجل يعني عن طريق الالتزام أنه يعرف الله عز وجل، لأنه يستحيل عقلا وواقعا أن تتأدب مع من لا تعرف إطلاقا. أي إذا لم تكن تشعر بوجود شخص من الناس في الواقع، ونحن نمثل بالعلاقات الاجتماعية البشرية الواضحة البينة ولله المثل الأعلى، إذا لم تكن تشعر بوجود شخص إزاءك وبجانبك فلا عبرة آنئذ للأدب. لا يقال إنه ينبغي أن تسيء الأدب، لا عبرة لسوء الأدب ولا للأدب، لأن الأدب علاقة، هو علاقة، هو سلوك، هذا هو الأدب. إذا كنت وحدك، أنت جالس وحدك في بيت ما معك خلق، ويقول لك وتأدب، تأدب أنت في هذاك البيت، كلام غير معقول، غير معقول لغة ومنطقا. يطلب منك أن تتأدب مع غيرك، فالأدب علاقة. إذن حينما نتحدث عن الأدب مع الله معنى ذلك أن لك علاقة مع الله تشعر بها وتحس بها، وإلا فلا معنى للأدب ولا لسوء الأدب عندك. ينبغي إذن أولا إن كنت حريصا أن تكون من المتأدبين مع رب العالمين أن تعرف الله أولا، وأن تتصل به بصلة تعبدية على الدوام والاستمرار. والأدب معان، الأدب مع الله عنده إشكال نحصرها فيما يلي لشهرة ذلك فيها. أولها الحياء من الله. الحياء من الله إنما يقع بقلب العبد إذا عرف الله عز وجل من خلال صفاته وأسمائه الدالة على نعمه، لأنه باش الواحد يوصل لواحد المرتبة ولا يحس بواحد الإحساس سيقلب على السبب ديالو. علاش حنا كنحشمو من الوالدين ديالنا، ونحشمو من المعلمين ديالنا والأساتذة ديالنا، ونحشمو من الناس اللي مولفين نحشمو منهم؟ علاش؟ نفكروا روسنا، كتحشم من باك ومن امك، علاش؟ لانه كتحس باللي راه الوالدين عندهم واحد الفضل كبير عليك، كيخليك تحس بالحياء والحشومه اذا كان بنادم ولد الاصل. وكتحشم من الاستاذ ديالك والشيخ ديالك في العلم وفي الدين اذا كتحس بانه عنده واحد الفضل عليك، قراك حرف وعلمك واحد المعنى، كتولي تحشم منه، شيء طبيعي. هذه فطره في الانسان السوي اللي مقد، وتحشم من اهل الفضل، من اهل التقى والصلاح. انا لما لقى واحد السيد كنعتقد في نفسي وكنظن باللي راه خير مني في الدين وفي العباده، كنولي نحشم منه باش حس بانه عنده واحد الفضل عليا، سابقني في شي حاجه، وانا كنحس عندي رغبه في تقليده والتاسي به في محبته لله والطريق اليه. بهذا السبب باش كيحصل الحياه. واحد دار فيك واحد المكرومه فضل، اهدالك شي هديه، كتولي تحشم منه واحد الدرجه معينه من الحياه، ما كتوليش عندك الرغبه تاديه وتسرق له وتديله، ماشي خايف منه. كيمكن من ناحيه القوه يكون اقل منك قوه، ضعيف عليك، ولكن تستحي منه لانه سبقك بالفضل عليك، تفضل عليك بهديه وبحسنى من الحسنيات او من الحسنات. ولذلك يشعر الانسان بالحياء ممن اسدى اليه معروفا، اللي دار فيك شي خير ديما كتولي حشم منه. ولذلك قال شاعر العربي اذا انت اكرمت الكريم ملكته، باش كتملكه بالحياء ماشي كتولي ملكه بالسلسله. الا كرمته كتولي ملكه، اذا كان يعني معصر فعلا الناس ولاد الاصل، الا كرمته كتولي ملكه، يولي حشمان منك، يشعر ان لك عليه دين، وهذا الدين هذا هو انه سبقته انت كرمته. حينما تعرف الله عز وجل وله المثل الأعلى من خلال نعمه، تعرفه من خلال النعم دياله سبحانه، اسماء الحسنى وصفات العلى الدالة على الإنعام، كاسمه الخالق فهو خلقك، واسمه الرحمن فقد أحاطك بجلائل النعم، واسمه الرحيم فقد أحاطك بدقائق النعم، واسمه الرزاق ضمن لك رزقك، وأسمائه الحسنى كلها مما أفاض عليك من خلالها بنعم شتى لا حصر لها، كتولي حشمان من مولاك أن تخالفه إلى ما نهاك عنه.
عندك هذا الإحساس دائما تستحضره، تعيش عليه وتتغدى عليه ليل نهار، فستشعر بالحياء من ربك. ويكون الوازع الذي يمنعك من أن تقترف المنكرات هو الحياء قبل الخوف. الخوف كيجي خادم للحياء لأهل هذا المقام ولأهل هذه المنزلة من منازل الإيمان. الأدب مع الله، والمؤمن اللي الفطرة ديالو بقية سليمة وخا يكون دار المعاصي، لما كيبصر النور الإلهي يستحي من أغرب القصص وإجمالها التي يحكيها المحدثون في كتب الجرح والتعديل، قصة الإمام القعنبي وهو شيخ من شيوخ البخاري رحمهم الله أجمعين، وتلميذ من تلاميذ الإمام مالك. هذا كان واحد شاب عربيد مسلقط، يعني عربيد مفشش، غير هو اللي عند أمه مخنته مفشاه، اللي بغى يديرها اللي بغى يعيش بها يعيش بها. وكان له أصحاب ورفقاء سوء، عطينها غير له لماسق وضيع الوقت، لهما في العير ولهما في النفير، الليالي والسهرات في شبابه الأول هكذا كان يعيش. واحد المرة، وكان من أهل المدينة ساكن في المدينة من وراء، خرج فرأى الناس يتزاحمون على شخصين ويختصمون على خطام ناقتي. شوف واحد عدد ديال الشباب متزاحمين على واحد السيد ركب على واحد الناقة، وجاته الغيرة. وما الإنسان كيكون مدلل مفشش كتجيه الغيرة دائما أنه يشوف الاهتمام حصل بغيره، ما حصلش به هو اللي مولف الاهتمام يوقع عليه، لأنه ثري ووحيد أمه ومدلل، وكل ما أراده لا يقال له لا ديما هاك. فمشى حتى هو كيتزاحم مع دوك المتزاحمين يشوف زعما هاد شكون هاد السيد اللي متزاحمين عليه الناس. فسأل قال من هذا؟ قالوا له هذا أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج النيسابوري، عالم من علماء العراق، جاء يحج وزار المدينة في زيارته. والمحدثون كان عندهم مراتب علمية كيسميوا الحاكم في الحديث كالحاكم النيسابوري صاحب معرفة علوم الحديث، ويسميوا أمير المؤمنين في الحديث كما كان هذا الرجل شعبة بن الحجاج، والبخاري أيضا كان أمير المؤمنين في الحديث، ويسمون الحافظ والحجة والثبت الحجة إلى آخر الأسماء، كثيرة عندهم ديال الدرجات في الحفظ والإتقان والعلم والتقوى والوراء طبعا. فلما شعر بأن القضية قضية دين زعما هذا نال هذه المرتبة غير لأنه مدين ورجل ديال العلم ديال الحديث، بغى يدير الفوضى، بغى يخسر الجو كشأن الشباب الشاردين عن الدين وعن الله، تا هو بدا يتزاحم وبغى يجبد تا هو الجم ديال الناقة، وهو بين السكر واليقظة. ووصل، لأن التزاحم ديال الأتقياء كيكون بالرفق، وصل لأنه خصو يوصل. فقال له يا شيخ حدثني، قل لي شي حديث تنا، بغى يتفلى عليه. فقال له شعبة أكرم يا هذا، أكرم حديث رسول الله من أن أحدثك به. حالته بين ماشي ديال العلم ولا الدين، شو معرفة، اتق الله، هذا راه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرم حديث رسول الله. قال له إلا أن تحدثني، ما رانا نتفرق معك تتحدثني. طيب، فحدثه بسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هو بحلك يضربوا بموس في القلب دياله، الناس دركوا من النبوة القديمة، هذا سيد النبي صلى الله عليه وسلم كيتكلم، مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني هذه واحد المثلة كانت العرب كتقولها قبل ما يجي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قبل ما يتبعث بالرسالة. العرب في الجاهلية كانوا كيقولوا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، كلمة كانت عند العرب في الجاهلية، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة هذه الكلمة اللي كتقول العرب راها من دين سيدنا إبراهيم، أبقات وجلال الناس الأصل ديالها توضر الأصل. قال لهم هذا من كلام نبي الله، مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. أش دركوا؟ إذا لم تستحي صنع ما شئت. اللي ما كيستحيش من الله ومن الناس يدير اللي بغى، يدير اللي بغى يعني قلت الحياة دياله ساعة لن تمنعه من أن يقترف كل مصيبة ممكنة وكل جريمة ممكنة في حق الخلق وفي حق الناس وفي حق نفسه. قلنا هذا الكلام لأنه قلنا صاحب الفطرة السليمة وخا قلنا كان تلف إلا سمع الكلام ديال النبوة كيفيق، لأن الكلام النبوي الحق وكلام الوحي قبل ذلك وبعده يوقظ الغافل من سباته، إذا كانت الفطرة دياله مازال ما مسخت كي يستيقظ. وهذه الكلمة قلنا زلزلته
ورجع ترك هذاك السيد بعد منه ومشى فحالو للدار ديالو، وقال لمو الى جاو صحابي كرميهم وقول لهم صاحبكم ودعكم، ما بقيش تعودوا تقلبوا فيه. فبعد ايام سافر الى العراق لينخرط مع اهل الحديث، يطلب علم الحديث ويكتب حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام. لما مشى العراق وجد شعبة بن الحجاج هذا قد مات، لانه كان من الجيل القديم يعني شيخ اهلي، ولكن كاين عالم انا اذن باقي شاد صحيح في المدينه هو الامام مالك الذي كان من الجيل الذي بعد شعبة بن الحجاج. شعبة بن الحجاج مات حوالي 160 او 161 هجريه، والامام مالك تاخر موته حتى سنه 179 يعني 179 هجريه، هذه سنه الوفاه ديال الامام مالك 179 هجريه. فلازم القى النبي الامام مالك وقرا عليه كتاب الموطا في فقه الحديث وفي الحديث، وكثير من الاحاديث رواها الامام البخاري على الامام مالك وعلى غيره بالواسطه ديال هذا الامام القعنبي الذي صار من ائمه العلم ومن ائمه المتقين ومن ائمه المتقين. ابن مسعود كان كيقول واحد الكلمه عجيبه، كان كيقول الفقهاء قاده والمتقون ساده ومجالستهم زياده. الفقهاء كيقودوا لانه كيوريك الراي ها منين تمشي، والمتقون يمكن يكون عنده الإنسان التقوى والورع ولكن لا علم له، ممكن إنسان رجل ورع ولي الله تقي صالح سادة، السيادة الحقيقية الدينية لا الشكلية، أسياد في الورع وفي التقوى وفي السبق إلى الله عز وجل. ومجالستهم زيادة، هادوك وهادوك، مجالسة الفقيه زيادة في العلم، ومجالسة التقي زيادة في الورع. شحال من واحد سبحان الله العظيم بالتجربة وبالمشاهدة كتشوفوا العلم ديالو بسيط ولا ما عندوش كاع، العلم اللي عطيه ربي تعالى هو خوف الله، كتشوفو كتحقر راسك وكتعلم منه ولو كنت اعلم منه، واخا انت راك قاري بزاف ديال الفهمات اكثر منه كتولي حشمان براسك قدامه لكونه يبادر قبلك في السير الى الله عز وجل، وينتبه قبلك الى مداخل الشيطان يسدها بابا بابا خوفا من الله وورعا وتقوى. فهذا سيد، هذا سيد حقيقي، صار هذا الشخص عالما من أعلام الخير والتقوى والورع. بسببش حديث في يقوب معنى واحد الحياة، لزال متستحي في صنع ماشي، وتذكر في علم بأنه كان لا يستحي ممن من ربه، من ربه عاد تفكر بأنه مملوك لمالك ومستعبد لمعبود سبحانه وتعالى، والله عز وجل يرقبه ويشاهده سبحانه وتعالى ويبصره، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. فقافل راجعا إلى نفسه، حيث رجع للدار فين مشى؟ ما مشى شي ناس، مشى للنفس ديالو كيشرحها ويقلب مواطن الوجع والمرض والدخن والدخل أيضا فيها، فين عندها الغش من نفس فيها الغش، فين كين هذا الغش، خرجوا ورماه على برا. وأيقظ في نفسه الحياة، وذلك أول الأدب طالبي منزلة الأدب مع الله عز وجل في السير إلى الله سبحانه وتعالى. ومن معاني الأدب أيضا الغيرة، الغيرة على الله، الغيرة على الله وعلى دين الله. المؤمن إلى شاف ولا سمع الدين كيتأدى قدامه وقلبه برد رمى في غيرة، واللي ما عنده غيرة ما عنده أدب. هذا الأدب مع من؟ مع ربك. الله راه كيشوف فيك وانت جالس قدام المنكر وقلبك بارد، خاطرك مهني، شو ما يكون خاطرك مهني ومولاك سبحانه وتعالى ربك كيتأدى قدامك، او ترضى هذا لابنك او لزوجتك؟ طبعا لا، الا بنادم فيه جرام ديال الايمان ما كيرضاش لابنه ولنفسه وللزوجه ديالو، ربك اولى من زوجك ومن نفسك وبنيك، ودين ربك اولى من كل ذلك. المؤمن لما يسمع الدين كيتسب قدامه ما يوجعوش خاطره، إما نغص يعود يرجع، أو رب اللي خلقه كيتسب قدامه وما يوجعوش خاطره، هذا أقل الإيمان وأضعف الإيمان، يوجعك خاطرك. وإلا فكان يبادر أن تتكلم بالنهي عن المنكر والدفع عن الله لتكون من الصادقين ومن المتأدبين. الأدب منزلة عالية رفيعة، وباش ينالها الإنسان خص يكون إحساسه بالدين وبالحياة وبالموت إحساس كبير جدا، والله عز وجل نص على هذا في كتابه الكريم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.
الله عز وجل حرم على الصحابة باش يسبوا الأصنام التي تعبد من دون الله. علاش؟ باش ما تكونش هذه سبب وسيلة يتخذها الكفار كما سبت له ربه يسب لك حتى هو ربك. فجعلك الله آثما إن كنت متسببا في صب ربك وإن لم تكن أنت الذي سببت ربك مباشرة. شوما قلة أدب. شوف سبحان الله العظيم شحال ربي عز وجل كيحسس المؤمنين بالأدب. تعلموا واحد الأدب كبير مع الله عز وجل. ومن المعاني ديال هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. هذه الكبيرة الكبيرة. الصحابة كانوا عرب. ما معنى عرب؟ كانت عندهم واحد الأخلاق عند العرب، ومن أخلاق العرب أنهم ما كانوش يسبوا والديهم. كانت بعض العرب تعبود آباء. سيدنا عمر رضي الله عنه في الجاهلية قبل ما يسلم كان كيحلف بباه، كيقول والخطاب شحال باه عنده عزيز. لما جاء الإسلام ما بقاش يحلف بباه ولا يحلف بالله عز وجل. شوف شحال مسخون الناس في هذا الزمن اللي ولاو يسبوا والديهم مباشرة. العرب في الجاهلية ما كانوش يسبوا والديهم، هادو ماشي مسلمين كفار. ولذلك من اللي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه تعجبوا، ما كيعرفوش هما هذه، هما عرب ماشي يعني راه من الإسلام عرفوها. لا، الإسلام يالله كيعرفوها دابا، ولكن عرفوها من الجاهلية أنه بنادم ما كيسبش والديه. قالوا ليه أو يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ فين كاين هذه الواحد يسب والديه؟ قال لهم يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه. هل اللي نهيتكم عليه؟ أما الأخرى راه بطبيعتكم أنتم ما كتسبوش والديكم من اللي كنتوا عرب، ولكن عندك تسب الواحد أخر باه وهو يغضب ويسب لك باك، تولي أنت سبيت باك، جبت سبان باك، ما سبيتش باك مباشرة، ولكن سببت أبا غيرك فسب هذا الغير أباك. واعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، أدب مع الوالدين كبير وحساس. الله عز وجل علمنا بهذا المنطق نتعلم الأدب معه سبحانه وتعالى بالأكبر. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كتولي خايف يتأذى ربك ولو بطريق غير مباشر. رفض الهم أدب عالي رفيع. شكون اللي يدير هذه؟ واحد اللي عنده واحد الإحساس كبير بنعم الله عليه. كتولي رفض الهم أنه يوقع شي أذى في حق الرب عز وجل وفي حق الدين ديالك اللي أعطاه لك الرب سبحانه وتعالى رب الكون. وكتولي تحتاط ليه من تساع ومن بعد، من اللي كتقطع الطريق على اللي يمكن يأدي لك الدين ديالك ويأدي الرب ديالك سبحانه وتعالى. فيسب الله عدوا يعني ظلما بغير علم. بغير علم هما ما عارفينش المقدار ديال الله، هما كفر، ولكن راه كيسب الرب عز وجل ما عارفش اش كيدير. ولكن انت راك عارف الرب ديالك شكون هو. والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هو انت اللي عارف، حضي راسك من داك الجهل تمشي تورطه وتخليه يسب لك ربك. حضي راسك من جاهل ضرب الله تلف وعطيه اتساع خوفا على ما ان يؤذى ربك. اما انت شي باش ما كان، انت غير عبد ديال الملاك اللي خلقك. اذا وصل احساس المؤمن الى هذا فقد حقق ايضا بهذا الشكل الادب مع الله عز وجل. ومن الادب ايضا الا يطرق بابه الا بعد ثناء وحمد وشكر. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان من اللي كيبغي يطلب شي حاجه لله كيقدم بين يدين الطلب ديالو واحد المقدمات. ولله المثل الاعلى ولا مشاحه في المثال. معروف من الادب ديال المدرسه انهم اللي كيبغي يدخلوا للقسم كيدق الباب كيطرق يستاذن استئذان. انا كنبسطوا الامور بشكل بشري باش نفهموا او نقربوا من الفهم. ولا مشاحه في المثال. مولانا الكريم من الادب في طرق بابه ان تبتدئه بحمده والثناء عليه. كان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كل ما بغى يطلب شي حاجه كيبداها بحمد الله وبالثناء عليه. غادي نقولوا علاش باش نفهموا المغزى ديال الادب في المساله. كيحكيوا الصحابه انه عليه الصلاه والسلام كان كيعلمهم صلاه الحاجه ودعاء الحاجه كما يعلمهم السوره من القران. الا بغى شي واحد شي حاجه من عند الله يطلبها كيقول له سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كيعلمه ويعلم الامه كلها دير هذا الدعاء التالي. قال فيثني على الله بما هو اهله، وكيقول
من بين ما يقول في ثنائه: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. ويبدأ: أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. عاد كيطلب الله بدك الشيء اللي بغى. قال: ويسمي حاجته. شوف شحال ديال الكلام داز، كله تأدب مع الله عز وجل. يثني على الله، الثناء فيه اعتراف لله بصفاته العلى، الصفات دياله سبحانه وتعالى والأسماء اللي سمى بها نفسه سبحانه وتعالى، من أسماء الرحمة والخير، أسماء النور والصفات العالية المنزهة، كتعترف لله بها توحيدا وتفريدا: لا إله إلا الله الحليم الكريم، وتنزهه أن يشبهه شيء أو يشبه شيئا، سبحان الله رب العرش العظيم. تسبيح، تسبيح يعني التنزيه، كتعتقد وتستحضر في الذهن ديالك وفي القلب ديالك أن الله عالي 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 وما بحاله حتى حاجة، ليس كمثله شيء. تسبيح وتنزيه، وتذكر من صفاته ومما أسند إليه وأسند إلى نفسه من عظائم الأمور أعظمها، وهو العرش، سبحان الله رب العرش العظيم، شيء عجيب جدا. ثم تحمد الله الذي علمك أسرار الملكوت بمنطق القرآن ومنطق السنة، الحمد لله رب العالمين. والعجيب أيضا في الكلام ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنه كيقول: أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. كنطلب الرحمة منك يا ربي، وكنطلب المغفرة، ولكن يا ربي أعطيني القدرة باش ندير. علاش؟ واش بنادم اللي تالف وهارب وشارد خلقه وكرمه ونعم عليه وهداه ويدير المصيبة يستحق الرحمة؟ لو أن الله عامله بعدله، إلى عمله ربي تعالى بالعدل يعذبه، وإلى حاسبه يعذبه، من نوقش الحساب عذب، الحديث الصحيح. إلى عدل معنا، يدير معنا العدل، فإن المصير أنا إذن إلى العذاب والعياذ بالله. ولكن بنادم كيطلب الله عز وجل أنه يمكنه من أسباب الرحمة ويديرنا أهل وصالحين باش يرحمنا. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. أنت وأنا مذنبان، كل بني آدم أخطأ، مذنبون، وكان نجي نستغفروا وما عندناش النية ديال الاستغفار. شنو هي ما عندناش النية؟ ما عندناش العزيمة الحقيقية ديال التوبة، كديرها حمراء جمراء وتعود ترجع ليها، استغفر الله يا ربي غدا تولي. العزيمة ضعيفة ديال التوبة. وعزائم مغفرتك، فكتطلب هذا الشيء بين يدي دعائك لحاجتك التي ستأتي بعده. ترك هذا الشيء كله غير كتدق الباب ديال مولانا الكريم باش تطلب حاجتك. شوف سبحان الله العظيم، هذا الأدب ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مع مولانا الكريم، شحال ديال التمهيدات وشحال ديال التعبيرات في تمجيد الله والثناء عليه والتمهيد للدعاء الآتي. علاش؟ لأنه كيعرف الله شكون هو، واللي جاهل بالله كيدرم واحد الشكل غير مؤدب. والمؤمن الحق من عرف الأدب الطريق إلى قلبه فصار من المتأدبين، وكيولي الأدب سجية وخلق في الإنسان طبيعة مع الله عز وجل. وقلت بأنه الذي يتأدب مع الله لا يكون إلا عارفا بالله، ولا يشعر المؤمن بالأدب مع الله إلا بعد معرفة الله حق. إنك عرف المقدار ديال الملك الوهاب العظيم القهار، مالك الملكوت كله سبحانه وتعالى. لما كيحس الإنسان بالعظمة ديال الحياة والعظمة ديال الموت، كيعرف العظمة ديال اللي خلق الحياة والعظمة ديال اللي خلق الموت. ولما كتشوف آيات الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسه، تشوف الآيات ديال الله عز وجل ويحصل لك هذاك العجب من أمر الله. أتعجبين من أمر الله؟ والمؤمن يعجب من أمر الله لأنه يرى قدرة الله الغريبة وأسراره العجيبة تتصرف في ملكه وفي خلقه، ولا يناقض العجب الإيمان بل يزكيه ويخدمه. لما كيشوف الإنسان هذا الشيء ويشوف من بين ما يشوف
كيف أن الله عز وجل يصنع المستحيل؟ المستحيل اللي ما كتقدرش العقل ديالك يتخيله، العقل ديالك ما يقدرش يتخيله، ربي كيصنعه سبحانه وتعالى. لما عرفوا العلماء المستحيل قالوا ما لا يمكن تخيله ويستحيل إمكانه. تخيل واحد العود خارج من هذا الحيط، يمكن لك تخيله بالخيال، يعني بالخيال تخيله، سهل تخيله، غمض عينك وتخيله، انتحل عينك وتخيله، خيال ممكن واخا ما كايناش في الواقع وما تكونش، ولكن الخيال ممكن. ولكن تخيل الشمس ضربه تما والظلام ضرب تما فوقت واحد، حاول تخيلها ما تقدرش، هذا هو المستحيل. عقلك غيتفجر يتزرب عليك مخك وما تجيكش هذه الصوره للبال، صوره ديال العود هذه ما كايناش خارج من الحيط، تخيلها سهله، هذا خيال ممكن، ما يسمى بعالم الممكنات في علم المنطق. ولكن تخيل المستحيل اللي هو الجمع بين النقيضين في المكان الواحد والزمان الواحد، مستحيل، راسك يوجعك وما يجيكش البال. تخيل واحد حي وميت في نفس الوقت وفي نفس الجسد، ما يمكنش. الا تحركت يدو تجيك الحياه للبال، جمدتو تجيك الموت للبال، ما يجيكش الخيال، لا يجتمع. الله عز وجل يخرج الحي من الميت، يخرج النقيض من النقيض دياله، فكيف بالمؤمن يشك في الله عز وجل ذرة إحساس أو جزء خفقة؟ ولذلك كان من الأدب مع الله أنك إذا دعوت الله أن توقن بالإجابة. هذا الشيء علاش درت هذا المقدمة، من قلة الأدب مع الله أن أقول وطلبنا وطلبنا وما أعطاناش، هذا قليل الأدب، سيء الإحساس بدينه وسيء المعرفة بربه. عندك يتلفك الشيطان ويضحك عليك. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إذا ظرف زمان للمستقبل متضمن معنى الشرط، شرط واحد أنت طلب وطلب بصدق، ربي ما يردكش، سواء رأيت جوابه عيانا بلك الجواب ولا ما شفتوش، ما كيهمكش أنت أنا إذن تشوف جاوبك ربي واحد جيها ما سقط لها خبر. ما يدريك ربي عز وجل محيط بك ولست أنت محيطا بعلم الله، فكيف تحكم على الله أنه لم يجبك؟ تحكم على بنادم طلبت له الحاجة وما جابها ليش، لأن بنادم كتعرفه وتعرف القدرات دياله محدودة، ما جابها لكش لأنه ما جابها لكش، إلا جابها لك غادي توصلك، وما عنده منين يجي لا من هذا الباب ولا من هذا الباب ولا طريقة من الطرق المادية المعروفة. فحكمك على الإنسان أنه لم يفعل صحيح أو ممكن أن يكون صحيحا، علاش؟ لأن الإنسان بحالك بحاله ضعيف ومحدود، محدود إمكانات والتصرفات والعقل ديال قادر باش يحيط به بالإشكالات دياله وتقوله وديراه ما دارش، ولكن ربك مولاك سبحانه لا تحيط بشيء من علمه إلا أن يأذن سبحانه وتعالى، فكيف تزعم أنك تحيط بكل علمه؟ لأن لما تقول ربي ما دارش شمعنتها، يعني راك سقط الخبر لذاك الشيء دياله كامل. الحكم على الشيء جزء من تصوره كما في القاعدة المنطقية، فلما تقول ما دارش يعني أنك عارف ذاك الشيء اللي دار كامل، شفتو وحدة وحدة وهذيك أنت اللي في بالك ما دارهاش، أنت لم ترى، هذا المشكل اللي كاين، لم ترى. الرؤية الإيمانية ما كاينش، لو أبصرت حقا بقلبك بنور الإيمان لرأيت ولا شاهدت أن الله قد أجابك، أدعو وأنت موقن بالإجابة. والشك في الإجابة سوء أدب مع الله، لأنك تقول أنت كتحسب ربي سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما تقلبش الآية وما تقلبش المعادلة، فذلك فعل إبليس، هو أول من رد على رب العالمين، حذر أن تسقط في فخ سوء الأدب. ولما الإنسان كيتأدب مع ربي بهذه الصورة وتلك الصورة وتلك الصورة بهذه الصور كلها وبهذه الأشكال، يعلمه الله ما جهل من باقي الأشكال من الأدب، كيزيد ربي يعطيه ويربيه ويعلمه، لأنه يكون آنئذ قد تطبع على الصدق مع الله، باغي يتأدب مع الله تعالى، وربي كيبين رد بالك هذه راها ماشي أدب، هذه أيضا أدب، فيعلمك ويرقيك في مراتب الأدب حتى تكون على منزلة الأدب حقا وتكون من أولياء الله حقا. ولله أولياؤه وأهله كما في نص الحديث الصحيح، أهل الله عبارة سليمة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في وصف أهل القرآن، أي الذين تشربوا معاني القرآن بقلوبهم وصارت خلقا لهم، هذو ما أهل القرآن، كان خلقه القرآن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام،
وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته ديوله، وكذلك أولياؤه الصالحون الذين تأدبوا بأدبه وبقرآنه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هادشي كيخلي الإنسان فعلا يحس بالمعنى ديال الدين، وكيبدأ يشوف سبحان الله العظيم ذاك الإنسان اللي ما عنده دين شحال محن وشحال عايش في الضلال وشحال عايش في الشقاء. تبقى تبلك المعيشة الضنكة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، واكل شارب مخصو خير مادي ولكنه عايش مكرفص من الناحية النفسية، مخبت من الناحية الوجدانية، يعيش الشقاء حقا لبعده عن الله، لا يعرف الله، لا يتخلق بأخلاق الإسلام، لا يتأدب بأدب الدين. مثل هذا عيشه ناكد وموته أيضا ناكد والعياذ بالله، لا دنيا لا آخرة، نسأل الله العافية. المؤمن آنئذ من اللي كيحس بهذه المعاني الربانية الرفيعة كتولي زيتونة وحدة عنده تساوي الغنى كله بخير اللي مخصوص. سماه العلماء من قبل هذا الإحساس اللي يجي المؤمن مقام الغنى العالي. كاين شي واحد غني قد الله عز وجل؟ حاشا، الله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، غني الغني بأل استغراق لجنس الغنى. أما الناس يا أيها الناس أنتم الفقراء، التي تفيد الاستغراق جنس الفقر، الفقر بجميع المعاني ديالو عند الإنسان، والغنى بجميع المعاني ديالو عند الله عز وجل وحده دون سواه. حينما تحس بهذا المعنى وتكون متأدبا مع الله تشعر أنك عبد للغني، وهذا شيء عجيب. كيرزقك الغنى، كيدير هذا الغنى؟ ما في بطن الأرض لله، ما فوق الأرض لله، ما يملكه الإنسان لله، الإنسان نفسه لله، النهار لله، الليل لله، الأرض لله، السماء لله، الكل لله، ماذا بقي للإنسان؟ لا شيء. أنت عبد الله، عجيب، ربك يملك كل شيء وأنت عبده. فأنت بالتبع وبالمعنى تشعر أن لك كل شيء، يعني إذا طلبت الحاجة ربي يعطيك من كل شيء، كيعمر القلب ديالك سبحان الله العظيم بالغنى، كأنك ملكت كل شيء وإن لم تملك شيئا على الحقيقة، كأنك ملكت كل شيء وستملك من كل شيء إن شاء الله، إن جعلك الله من أهله، أهل الجنة، فيها كل شيء من الخيرات والصالحات والنعم اللي حلت عليها فمك كينا. ملك الدنيا كله لا يساوي لحظة واحدة من سعادات الجنة، فتصير أغنى الناس بالتبع للغني سبحانه وتعالى. يدرك الإنسان المؤمن منزلة الغنى العالي، أي الغنى بالله، عن طريق الأدب مع الله. كلما تأدبت مع الله كشف لك منزلة أخرى ورتبة أخرى من منازل الأدب، فعلوتها وارتقيتها فزدت أدبا ثم يزيدك من فضله معرفة، وهكذا حتى تكون أغنى الناس بالله، أغنى الناس بالله وليس عبثا. أن قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الثابت: إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق منزلة الصائم القائم. تعبير نبوي عجيب، الصائم القائم كلاهما صيغة اسم فاعل، واسم الفاعل يدل على الثبات والاستقرار، يعني صائم ديما، قائم لله ديما، أي الذي يقوم الليل دائما، يقوم الظهر ويصوم الظهر. هذه المنزلة دياله يدركها الإنسان بحسن الخلق، بحسن الخلق مع الناس نعم، ولكن قبل ذلك مع الله. لا يمكن أبدا أن يحصل العبد حسن الخلق مع الناس إن كان سيء الخلق مع الله، وإنما حسن الخلق مع الناس أمر فائض ونابع من حسن الخلق مع الله. وإن وجدت تناقضا بينهما فلا يكون الإنسان آنئذ إلا منافقا، إما أنه الأخلاق دياله سيئة مع الناس ويدعي أنه تقي، كذاب. إلا شفت الإنسان مشوك في المعاملة دياله وخيدر من مظاهر الدين والتدين أغطية الأنبياء والصالحين كلهم فهو كذاب. لا يكون المؤمن فحاشا في الحديث الصحيح، ولا يكون المؤمن لعانا، ومثل هذا المعنى متواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي تأدب بأدب الله
لا يكون مع الناس إلا متأدبا. ولاش تعاود المعاملة ديالو مع الناس مزيانة ولكنه منقطع عن الله بعيد على الله؟ فهو لمصالحه أو لعلة من العلل، شي حاجة عنده باش كيصوب شغلته مع الناس، ماشي لأنه طيب في قلبه وفي سريرته أبدا، لعلة ما. الذي يتدفق بالأدب التلقائي الحقيقي وكيولي الخلق واحد الساجية عنده. ما معنى الساجية؟ جمع سجايا، هي الطبيعة اللي كديرها وما كتحس بيها، ما أدب لأنك هكو أنت، ماشي كتحس بي اللي راه بلاتي خصني نتأدب، لا، هذه ماشي طبيعة، هذا تطبع. المؤمن الحق ينطلق خلقه ساجية، علاش؟ لأنه ترقى في الأدب مع الله، كيولي الأدب ديالو مع الناس غير نور، نور يفيض عن أدبه مع الله، شعاع يتدفق عن قنديل أدبه الذي أوقده بين يدي الله. هكذا المؤمنون يصلح ما بينه وبين ربه، ينصلح بإذن الله ما بينه وبين الناس في طريق الأدب وطريق السير إلى الله عز وجل. فجعلني الله وإياكم من المتأدبين مع رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وصل اللهم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.